للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر الدكتور محمد سبشير أستاذ العلوم السياسية. دكتور محمد، بداية أهلا بك وصباح الخير. الندوة جاءت تحت عنوان تحذير ودعم الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن الأممي للتعامل مع قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية. كيف تدعم الجزائر الدول الإفريقية في مجال الأمن؟ أهلا بك سيدي، صباح الخير. أظن أنه عندما يتحدث الوزير الخارجية الجزائري هو يتحدث باسم إفريقيا كلها، ينقل صوت إفريقيا إلى الأمم المتحدة، لأنه عدم يعني توصل الأفارقة إلى فرض السلم والأمن في القارة الإفريقية بالشكل الكافي وتصاعد موجة التوترات، هذا له علاقة بإنفاذ القرارات الدولية وإسماع صوت إفريقيا خاصة في مجلس الأمن الدولي، المكان الذي تقرر فيه السياسة الدولية وتقرر فيه الشرعية الدولية. وبالتالي فكلما اقتربت إفريقيا من وجود أعضاء لها في مجلس الأمن الأممي وخاصة تحقيق مطلبها بتحول إفريقيا إلى يعني حصول إفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، هذا يعني أن إفريقيا ستكون بمقدورها فرض الأدوات السلم والأمن وبالأدوات الإفريقية وليس بالأدوات الخارجية، لأن هناك الأمرين. الأمر الأول هو عدم قدرة القارة على إنفاذ ما تريده، الأمر الثاني هو أن السياسة الدولية والشرعية الدولية تقرر في مكان ليس لإفريقيا وجود لها في بصفة صاحب قرار، يعني بفيتو وبمقعد دائم. وبالتالي فهذين الشرطين مهمين وحيويين حتى يكون لإفريقيا صف ويكون لإفريقيا مكانة في الساحة الدولية تنفذ فيه قراراتها وتوقف. طيب دكتور محمد، ما الذي دفع الوزير الجزائري العمامرة أو إفريقيا عموما للشعور بأن إفريقيا لا صوت لها في الأمم المتحدة؟ القارة دائما ما كانت، عندما يعني الدول الإفريقية لم تكن مستقلة، عندما تم إقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل يعني المنظومة المالية بريتون وودز، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذا وبالتالي فالهندسة الدولية تمت في غياب إفريقيا. إفريقيا الآن دول مستقلة، دول لها سيادة، دول لها مصالح، ولا ننسى بأن إفريقيا الآن أكثر منطقة تحقق فيها التنمية الاقتصادية، وحاجة الغرب العالم لها خاصة بالنفط الغاز والمعادن والقوى العاملة مهم جدا. وبالتالي فعندما يكون لإفريقيا صوت في مجلس الأمن الدولي ويكون لإفريقيا صوت يسمع في صنع أمنها واستقرارها، هذا يعني أن القارة الإفريقية أصبح لها مكانة في الساحة الدولية. صنعت الهندسة الدولية في غيابها، الآن القارة الإفريقية موجودة، هناك أكثر من قوة في إفريقيا لها القدرة على الفرض وإسماع صوت القارة الإفريقية، وبخاصة في المكان الذي تصنع فيه الشرعية الدولية والقرار الدولي مجلس الأمن الدولي يعني بصفة خاصة. إذن القارة الإفريقية تريد من خلال نداء وزير الخارجية الجزائرية، ما يتحدث به الوزير الخارجي المصري، جنوب إفريقيا، نيجيريا، هذه الدول الكبرى في القارة الإفريقية كلها تنادي منذ سنوات بوجوب إنفاذ القرار حصول إفريقيا على مجلس دائم في مجلس الأمن، وبالتالي فصوت إفريقيا سيسمع وموجة التوترات سيكون لإفريقيا يد وإمكانية لإسكاتها. طيب دكتور محمد، يعني كيف سيكون للجزائر اليوم الدور في تعزيز التعاون بينها وبين إفريقيا، وما هي أهم السبل التي ستتبعها الجزائر وفق قراءاتك من أجل القضاء على الإرهاب ونزع السلاح؟ هاتان المشكلتان الإرهاب ونزع السلاح هما من تصنعان التوتر في القارة الإفريقية. وبالتالي فتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب وكذلك تجربة الجزائر في رئاستها للجنة السلم والأمن الإفريقية لأكثر من عهدة مع السفير شرقي في السابق، هاتان
المشكلتان والتجربة الجزائر يمكن من خلالهما أن تسمع الجزائر تجربتها، تسمع الجزائر للأفارقة صوتها، وتدعو بالتالي طبعا ليس وحدها ولكن مع مجموعة القوى الكبرى الصانعة للقرار في الوحدة في الاتحاد الإفريقي، ستدعو إلى إعمال التجربة والأدوات الإفريقية في نزع السلاح وفي القضاء على الإرهاب. لماذا؟ لأنه الإرهاب الآن يصنع بأدوات معروفة، وهناك جهات تحاول أن تكون إفريقيا منطقة ملاذ، خاصة منطقة الساحل المحاذية للجنوب الجزائري، وبالتالي فكلما كانت لإفريقيا إمكانية في أن تظهر وتبرز قدراتها وصوتها وكذلك تجربة بعض الدول الكبرى الصانعة للقرار في الاتحاد الإفريقي، في سواء على مستوى لجنة السلم والأمن الإفريقية أو على مستوى التجارب الخاصة لهذه الدول، كلما استطاع إفريقيا أن تبرز هذا يكون للجزائر طبعا دور كبير فيها، وبالتالي فهناك تفاعل بين التجربة والقدرة وإمكانية أن تكون لموجة التوترات يعني إمكانية بالأحرى لهذه الدول لخفض هذه التوترات. طيب دكتور محمد، في تساؤل أخير، وزير الخارجية الجزائري عندما شدد على ضرورة السعي لإسماع صوت إفريقيا، هل هنالك من خطة جزائرية لتوصيل هذا الصوت إلى المؤتمرات الدولية أو على الساحة العالمية عموما؟ طبعا هناك خطة. لماذا؟ لأن الجزائر لا تعمل لوحدها، عملت الجزائر في إطار لجنة السلم والأمن الإفريقي، عملت الجزائر في إطار النيباد حيث كانت تشترك مع مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا لإسماع صوتها، وشاركت حتى في اجتماع الدول الثمانية الكبرى عندما كانت ثمانية دول بحضور روسيا، وأسمعت صوتها أكثر من مرة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى يعني المجتمعات الاجتماعات الدولية. وبالتالي فالخطة هي إبراز أن إفريقيا الآن قوية بسيادية دولها، بالحاجة الغرب إليها خاصة في المجال الاقتصادي والطاقوي، إضافة إلى أنه الآن الدول الإفريقية طورت أدوات التي من خلالها يمكنها أن تقضي على الإرهاب، على نزع السلاح، وتجفف منابع الإرهاب. وبالتالي فالخطة هي إبراز أن القارة الإفريقية الآن لها قدرة بالدول الكبرى فيها أن تصنع سلمها وأمنها بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا الأمر يجب أن يبرز أولا في الاتحاد على المستوى الاتحاد الإفريقي، ثم ينتقل من مستوى الاتحاد الإفريقي بتوافق الكلمة الإفريقية إلى المكان الذي تصنع فيه الشرعية الدولية والقانون الدولي، أي الأمم المتحدة في اجتماعاتها كل سنة وفي مجلس. نعم دكتور محمد. نعم دكتور محمد سبشير، أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر سكايب من الجزائر، شكرا جزيلا لك.